السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم خبز الدار بالدقيق الفينو. الطريقة إن شاء الله باش يجيكم الخبز محمر بدون محسن ديال الخبز، بطريقة سهلة وفي الفرن الكهربائي باش يجيكم الخبز أرطاب ومحمر ويجيكم فشفش ان شاء الله. تابعوا معايا المقادير على بركة الله. هنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق ديال الفينو اي 500 غرام، وعندي جوج كيسان ديال الدقيق ديال العنبة اي ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق الابيض، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية والملح على حسب الذوق. غادي ناخذ العجانه، ممكن تعجنوه بيديكم. غادي ناخذ الدقيق غادي نديرو في العجانه، وغادي نضيف ان شاء الله الخميره الفوريه، الملح خليه حتى الاخير، ماشي حتى الاخير كاع، غير في وسط تعجن غير شويه وديك الساعه نضيف الملح باش ما نديروش الملح مع الخميره باش كيطلع لكم الخبز دغيا. الماء يكون دافي ما يكونش سخون وما يكونش بارد لان الجو بارد. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء وغادي ندير العجانه تخدم. غادي نبدا نضيف الماء شويه بشويه، عينكم ميزانكم، حتى كيولي عندكم العجين بيض. هنايا راه كيبان صفر شويه حتى كيبيض العجين، ممكن تعجنوا بيديكم ولكن راه كيبغي تدلكوه مزيان. غير في الاول عطيوه الماء في الوعاء تبقاو تطلقوه بشويه بشويه. دابا غنضيف الملح وغادي ندير العجانه في السرعه فيتيس تكون مجهده. صافي هانتوما كتشوفوا القوام ديال العجين، خاصو يجيكم مرخوف ما يجيش العجين ديالكم قاصح. غادي ندير له شويه زيت الزيتون وغادي نغطيه يرتاح واحد 10 دقائق. من بعد ما ارتاح غادي نحيدو من العجانه، غناخذ واحد اللاطه غندير فيها شي شويه ديال زيت الزيتون وغنعاود نضرب العجينه شويه بيدي. هذه العمليه ضروريه من دائما من وراء العجين ديال العجانه، ضروري ما نستعملو يدينا، نعطيه شويه ديال الحراره ديال اليدين وندخلو فيه ديك الزويته ديال الزيتون. نتوما ملي كيجي رطب العجين واخذ راحته. صافي دابا غادي نبدا نقرص، غنقرص في الدقيق ديال الفينونيت اللي عجنت به هو اللي غنقرص به. بغيتو ديرو خبيزات صغار بغيتو ديروهم كبار، فكنفضل انا الصغيورين حسن باش ملي كيتكالو كتكملوه ما يبقاش قطع منه كيبقى الخبز يكرم. من الاحسن خبيزات صغارين تقسموهم على جوج يعني طريف هكذا كيجي حسن ما نضيعو الخبز بزاف. غادي نغطيه يرتاح واحد شويه بيد ما نوجد، غنسني نفرش واحد المنديل في البلاصه باش نقرصو لان الرخامه كتكون بارده. صافي وغادي نبدا نبسط فيها، السمك ديالها يكون واحد سنتيم باش ما تجيكمش غليظه وما تجيش عاوتاني رقيقه بزاف. كيجي زوين هاد الخبز البنات، جربوه ان شاء الله. صافي منين ساليت من بعد غادي نغطيه نخليه يخمر. صافي انا غادي نديرو في الفران. من بعد ما خمر انا راه الفران درتو الفران الكهربائي درتو سخن على 300 درجه لان خاصو يسخن مزيان، ماشي بحال الفرن ديال الغاز. الفرن ديال الغاز كيجي فيه الخبز زوين، بالنسبه اللي عندهم الفرن الكهربائي فراه كيبغي واحد شويه ديال التقنيات باش يجيكم الخبز زوين. هنايا درتو ودرت معاه وعندي واحد الكويسرينه صغيره كنمهرسه ليها اليد ديما كندير فيها الماء باش كيتحمر الخبز، كيدير ليه داك الفابور هكذايا. اولا ديروا طريقه اخرى، تديروا واحد سبراي ديروا فيها الماء وترشوا الخبز ديالكم باش كيجيكم محمر من الجناب ومحمر ورطب ما كيقصح ما والو. دائما الخبز ديروه من التحت عاد حتى كيطلع عاد باش تطلعوه يتحمر من الفوق. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما طاب.
يعني خدا راحتو وترش مزيان، كندير ليه داك سبراي بالماء هكذا، كي الخبز كيبقى رطب وكيتحمر وكيجي مذهب، ما كنضيفو لا سكر لا عسل لا اي محسن، كيجي ما شاء الله عليه واحد الخبيز رطيب. نتمنى ان شاء الله تجربوا، ما غتبقاوش تشريو الخبز اولا توجدوا الخبز في الدار ديالكم، كتعرفوا راسكم الطحين مغرب على اليد وكل شيء من الاحسن. انتم شوفوا الخبز كيفاش كيجي، باش ملي كديروه من التحت غير يبدا يطلع غير شويه، رشوه باش كيعطيكم هذا القوام هكا، ما كتفرقش ديك يطلع ويبقى لكم واحد الخوه ما بين من الداخل، كيجي الخبز هكا كله كنقولوا هكا كيجي مفشفش ملي كديروا ليه بحال هكا، ما كيجيش خاوي من الداخل. ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد الا كنتو باقي ما مشتركينش، وكنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. وشكرا ومع السلامه.